بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم لمادة التربية الفنية للصف الثالث الابتدائي للتربيه الفكريه الفصل الدراسي الثالث معكم المعلمه امل التمامي اليوم بإذن الله سنبدأ موضوع جديد من دروس التربية الفنية للصف الثالث بعنوان تشكيل أحداث قصة ثوب نوره رقم واحد تشكيل أحداث قصة ثوب نوره رقم واحد أه كما عودناكم دائما قبل ان نبدا الحصه لابد ان نذكر بشكل سريع اللي هي اداب الدراسه عن بعد التي يجب ان نتبعها اثناء الحصه وهي اجلس بشكل صحيح على الكرسي حيث نلاحظ ان الصوره التي باللون الاخضر هي الجلسه الصحيحه التي يجب ان تتبعها اما الصوره التي باللون الاحمر هي جلسه خاطئه يجب ان تتجنب الجلوس بهذه الطريقه لانها تؤذي عمودك الفقري. ايضا مهم جدا اني استمع لتعليمات المعلمة عندما تقوم بالشرح واكون مركز معها حتى اعرف ما هو مطلوب مني واؤدي العمل بطريقة صحيحة مع المعلمة. اطلب من ولي امري متابعة نشاطي وطلب المساعدة عند الحاجة خاصة في بعض الخطوات التي تصعب عليك او بعض الخطوات التي نستخدم فيها ادوات حادة مثل المقص خاصة في نشاط اليوم ايضا سنستخدم المقص لذلك لابد ان يكون ولي امرك بجانبك حتى يقدم المساعدة التي تحتاجها. أيضاً مهم جداً أن يتبع التعليمات بالتسلسل، مقصود بالتسلسل الترتيب عندما تبدأ المعلمة الخطوة الأولى وتقوم بشرحها، أبدأ بعملية التنفيذ. عندما أنتهي أنتظر حتى تنتقل المعلمة للخطوة الثانية وتبدأ بشرحها، ثم أبدأ بعملية التنفيذ. ايضا نحافظ على نظافه المكان من القصاصات بحيث ان عندما انتهي لابد ان انظف المكان واعيد الادوات الى مكانها الصحيح، اتخلص من بعض الادوات المستهلكه التي لم اعد بحاجه لها وارميها في سله المهملات حتى يصبح المكان نظيف كما كان. اليوم سنتعلم صنع ثوب نوره باستخدام قصاصات الورق الملون. طيب الهدف العام ان يشكل الطالب والطالبه ثوب نوره باستخدام قصاصات الورق الملون. عندنا الأهداف التدريسية أن يذكر الطالب والطالبة أحداث قصة ثوب نورة الهدف رقم اثنان أن يعدد ألوان قوس الرحمة الهدف رقم ثلاثة يسمي الطالب والطالبة الأدوات التي سنحتاجها لصنع ثوب نورة الهدف رقم أربعة يشكل الطالب والطالبة ثوب نورة باستخدام قصاصات الورق الملون خلونا نبدأ بقصة ثوب نورة في يوم من الأيام جلست نورة تفكر أي لون أختار لثوب العيد سألت نورة صديقتها الفراشة ما هو أجمل لون أختاره لثوب العيد؟ أجابت الفراشة وهي ترفرف: اللون الأحمر أجمل لون، فهو بلون الورود حولنا. بعد ذلك، عندما رأت الأرنب، سألت: قل لي يا أرنوب، أي لون أختار لثوب العيد؟ فأجاب أرنوب: بالتأكيد اللون البرتقالي أجمل الألوان، فهو بلون الجزر اللذيذ. وعندما سمعت صوت النحله رفعت راسها وسالتها قل لي يا نحول اي لون اختار لثوب العيد فاجاب نحول بالتاكيد اللون الاصفر اجمل الالوان فهو بلون زهره عباد الشمس ولون العسل الشهي وعندما رات الضفدع سالته قل لي يا ضفدع اي لون اختار لثوب العيد فاجاب بالتأكيد اللون الأخضر أجمل الألوان، فهو بلون العشب وأوراق الشجر الخضراء. وعندما رأت السمكة، سألتها: يا سمكة، أي لون أختار لثوب العيد؟ فأجاب: بالتأكيد اللون الأزرق أجمل الألوان، فهو بلون البحر الواسع. احتارت نورا كثيرا وبينما هي تفكر ظهر قوس الرحمة في السماء فصاحت نورة ما أجمل ألوانك سأختار للعيد ثوبا فيه كل ألوانك الجميلة انتهت القصة إذا نورا اختارت أن يكون فستانها بألوان قوس الرحمة، هذا هو قوس الرحمة، طبعا يظهر قوس الرحمة عندما تجتمع الشمس مع قطرات المطر ويتكون على شكل نصف دائرة، طبعا له عدة أسماء، بعض الناس يسميه قوس المطر، قوس الألوان، الطيف، قوس قزح، كما له عدة ألوان في أحمر، أصفر، أخضر، إذا فستان نوره تبغى يكون بهذه الألوان لقوس الرحمة. ما رأيكم أن نصنع الآن ألوان جميلة ونزين بها فستان نوره ونستخدم فيها ألوان الطيف، سنستخدم القلم، المقص، الصمغ، أوراق ملونة، رسمة لفستان، هذه الأدوات اللي راح نحتاجها، خلونا الآن نبدأ بالتطبيق العملي، عندي هنا صورة الفستان، وعندي هنا المقص والصمغ والقلم، وعندي هنا أوراق ملونة، سأحاول أن أقصها على أي شكل من الأشكال الهندسية مثل هنا املت مجموعه من القصصات على الشكل الدائره بالوان مختلفه الان ساريكم كيفيه الطريقه مثلا اختار الوان متعدده مثل هذا اللون البرتقالي احضر اي قالب صغير مثل الان عندي غطاء علبه الصمغ يمثل الشكل الهندسي دائره باستطاعتي ان اضع هذا القالب وارسم حوله ليظهر لي الشكل الهندسي دائره هذا هو الشكل الهندسي دائره طيب بعدها تاتي عمليه القص طبعا عمليه القص تكون باشراف ولي الامر يبدا الطالب والطالبه اما باستخدام المقص البلاستيكي لانه اكثر امان او انه يكون بالمقص الحديدي لكن يكون باشراف ولي الامر ويبدا بقص على حدود الخط اللي هو رسمه بهذه الطريقه كوننا مجموعه من الالوان التي تمثل الوان قوس الرحمه ويبدا الطالب يثبتها ويزين بها الفستان الان اخترت اللون البرتقالي بامكاني اختار الوان اخرى مثل اللون الاصفر هنا عندي قصاصه باللون الاصفر نفس الطريقه اضع غطاء الصمغ وابدا ارسم حوالينا حتى يتمثل عندي الشكل الهندسي دائره وابدا بعمليه القص حول هذا الخط اللي أنا رسمته، وأختار مجموعة من الألوان التي تمثل ألوان قوس الرحمة: أصفر، أحمر، برتقالي، أخضر، وردي، وغيرها من الألوان، وقصها على أي شكل أنا أريد، أنا قصيتها على الشكل الهندسي دائرة، رسمنا قصينا الآن، تأتي بعد ذلك عملية تثبيت هذه القصاصات لتزيين هذا الفستان. أستخدم الصمغ الرول وأضع خلف كل ورقة الصمغ وأبدأ أزين الفستان بهذه القصاصات ليصبح فستان العيد الخاص بنوره مزين بألوان قوس الرحمة، هذا اللون البرتقالي، اللون الأصفر، عندي اللون الوردي وغيرها من الألوان، ممكن أضيف ألوان أخرى عندي هنا اللون الأخضر. عندي هنا لون البرتقالي عندي هنا ايضا اللون الاصفر ممكن حتى ازيد الوان اخرى وضعنا اللون الاخضر ممكن نستخدم الان اللون السماوي نفس الطريقه اضع الغطاء وابدا بعمليه اللي هو الرسم هذا اللون السماوي الان ابدا بعمليه القص حتى نزين ثوب العيد الخاص بنوره بالوان قوس الرحمه حيث يحتوي على الوان كثيره وجميله لذلك نوره تريد ان يصبح ثوب العيد بألوان أيضا جميلة الآن انتهيت من عملية القص تبدأ عملية تثبيت اللي هي الأوراق التي قمت بقصها كذا أنا أكون أنهيت درس اليوم وزينا ثوب نوره بالوان جميله من الاسفل استخدمنا فيها الشكل الهندسي دائره لتزيين ثوب العيد الخاص بنوره بقصاصات الورق الملونه. هذا هو درسنا لليوم، اتمنى أن يكون درس اليوم مفيد لكم اعزائي الطلاب والطالبات. الان جاء دورك عزيزي ولي الامر بتعميم المهاره في المنزل من خلال تقديم المساعده التي يحتاجها ابنك او ابنتك سواء كانت مساعده لفظيه او جسديه او ايماءات، ايضا تقوم بعمليه النمذجه حيث تؤدي الخطوات امام الطالب حتى يعرف ما هو مطلوب منه ويؤدي العمل بطريقة صحيحة أيضا مهم جدا اللي هي تقديم عبارات التحفيز والثناء والتغذية الراجعة حتى يشعر الطالب بالثقة والنجاح هذا هو درسنا اليوم بإذن الله أراكم في الحصة القادمة بنفس الموضوع لكن سنستخدم خامة مختلفة لتزيين ثوب نورة بألوان قوس الرحمة كانت معكم المعلمة أمل التمامي مع السلامة